مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم راح نطبخ لكم ميدم دياي. سبب تسميته ميدم دياي لان عقب ما تجهز الطبخه يزينونه باليدوم، وبعضهم يسمونه مدلل، لكن ما يعلو على الغوزي. اقول تعالوا معاي حق بيتنا العود ونطبخ فيه ميدم دياي. طبختنا اليوم ميدم دياي، راح نتعرف على مكونات الطبخه ومقادير الطبخه بشكل عام. طبعا عندنا مكونات طبخ الميدم دياي، احنا قلنا دياي يعني دياي. طبعا الدياي على حسب الكميه اللي تبيها انت، على حسب الرغبه اللي فيها. والعيش نفس الشيء، العيش حوالي كيلوين عيش. مكونات الحشوه نرجع مره ثانيه نقول بيض ومكسرات وزبيب والالو على حسب الرغبه، وكذلك نخي. بعد مكونات الحشوة راح نتعرف نفس الشيء على البهارات المطلوبة. البهار جلجلان وسنوت، كركم، ثومي أسود، دارسين، والبزار مال البحرين اللي هو مخلوط ويا الهيل. ثومي أسود كذلك، بصل حق الحشوة راح نستخدم البصل. راح نبتدي الطابخة. أول ما نبتدي الطبخة طبعاً راح نحط الدياي يفوح شوي على النار. من البداية شغل النار. نحط لنا ماي، حوالي لتر ماي نحتاج إلى لتر، لتر ونص ماي. نزل الدياي في الماي. أنا اليوم استخدمنا 3 دياي ونص تقريبا. حط الدياي بعد ما غسلنا الدياي زين، راح نفوحه. نحتاج ان النار شوي تصير عالية. فطول ما يفوح الدياي راح نشتغل على شنو؟ على الحشوة. نحتاج الطابي مالنا، نطر شوي بس يسخن الطابه ونضيف عليه الدهن. ما اقدر اقول لكم ان الميدم دياي ايش كثر لذيذ وحلو، راح تشوفون انتم ويانا ثم صور الحلقه. تاكد ان الطابي كذا، شوية دهن عشان تعجب بس ان البصل الدهن استوى. نقط بصلة واحدة، اسمع الصوت اعرف ان الدهن بدأ. راح ننزل البصل. البصل حوالي نص كيلو استخدامنا، نص كيلو. طبعا مثلا نفوح الدياي محتاجين شلون؟ انه بعد ما يفوح الدياي وترتفع الرغوه مالته نزيل الرغوه ذي وننزلها البهارات. راح اكون معاكم ان شاء الله بس نشوف الايدام معنا. زيد على النار شوي عشان نكسب الوقت. بدا يحمر البصل عندنا. والدياي بدا يطلع الرغوه مالته. حاول تزيل الرغوه ذي. ولا ننسي البصل هني. قصر على البصل شوي. خلاص احنا محتاجين بس البصل بهاي الطريقة. مثل ما قلنا مكونات الحشوة البصل شيء رئيسي والنخي نضيف عليه.
استخدامنا تقريبا حوالي 300 جرام من المخي. بعد ما زلنا شلنا الراقوة اللي فوق الدياي راح ننزل عليه بهارات. اولا راح نستخدم لومي اسود، وراح اعلمكم شنو سرية اللومي الاسود في الطبخة ذي. نضيف ملح، كبشتين طعام او صغار، كذلك نحط ابزار قبشتين، جلجلان قبشه، سنوت قبشه، لومي اسود شوي، كركم بعد شوي، والهيل نحط عليه، قصر على النار شوي. ونغطيه إذا ما نستودي، ما نحاول نغطي كامل، خلي بس شوي تبخر. نرجع مرة ثانية حق الحشو. راح نزعل الحشو الآلو، قلنا بنستخدم الآلو ويا الحشو. كل هذا راح ننزل، خلي البيض لاخر شيء، نزل زبيب عليه، حط بهاراتنا، راح نحط البهارات شوية ملح، قفشة، البهارات اللي نستخدمها في الحشوة نفس تقريبا اللي استخدمناها في الدياي نفسه. فلجلان خفيف، سنوت، لومي اسود ازيد، راح نستخدم لومي اسود، كركم، والهيل قبل، زيد على الهيل شوي. نحاول نقلب فيه بهاي الطريقة. نضيف المكسرات عليها. المكسرات استخدمنا طازو بيضان. نخلي المكسرات لاخر شيء، بس انا اقول حطها ويا الحشوه تكون احسن. تاكد من الدياينا شلون. راح اعلمكم طريقه شلون تعرف ان الدياي استوى. طبعا انت تجلس تفوح تقول ربع ساعه نص ساعه، لا راح اعلمك الطريقه. طلع الدياير معاي، لو فسخ الجلد من من هاي المنطقة راح تعرف ان الدياي استوت على طول. طبعا لحد ما استوت تخليه هنا. حشواتنا جاهزة تقريبا. راح انزل البيض في وسطه. القصد من تنزيل البيض في وسط الحشوة انه هو يكسب الطعم نفسه، الطعم مال الحشوة، وفي نفس الوقت يكسب اللون الحشوة. راح نقصر على النار، بس قصرنا على النار.
جهز الدياي طبعا راح ارويكم المعلومه اللي قلت لكم من قبل. وهاي الدياي لو تلاحظون فسخ الجلد من العظم. طبعا جهاز دياي كذي جاهز. انت نطلع الدياي ما بدي اجهز. طبعا نحتاج الى قال راح نكون معاكم بعد خطوه ثانيه. ونطلع الليمون بعد الاسود طبعا له استخدام ثاني راح نروكم اياه. طبعا نحتاج ماي نزيد ماي الحشوه احنا خبرناكم عنها. طبعا نجهز الحشوه مالته هاي الحشوه نخليها على جنب ونبتدي نقلي الدياي. شغل النار احمر شوي حمر الدياي. طبعا احنا غزلنا العيش قبل هاي الفتره وقلت لكم ان مقدار العيش تقريبا كيلوين عيش. غسلناه نشفناه من الماء وراح ننزل الحين مكان ما فحنا الدياي. تاكدنا من الملح تاكدنا من كل شيء مضبوط. ننزل العيش بسم الله. أهلنا مال الأول ما كانوا يحسبون العيش بالكيلة ولا شيء، يحسبونه بالمن. طبعاً هاي ما بعرف لأن طريقته المن بلا الكيلو بالهاي يستخدمونه. سخن الدهن وهاي دياينا عشان نتأكد. نقلب الدياي نقلب محتاجين بس لون دياينا مستوي محتاجين بس اللون الاحمر هاي يكون على الدياي. نمشي بها طيب طريقه ما يتعمر دياي. قلنا لكم من قبل قلنا ان اللومي الاسود راح نحتاجه في طبختنا. اللومي الاسود بعد ما طلعناه حاورنا نهرسه بهاي الطريقه عشان بعد ما نطلع الدياي من القاليه نحط عليه اللومي الاسود. وهاي اهل الاول كلهم يسوون هاللومي فيسمونه ميدم الطابخه وفي نفس الوقت يستخدمون الحشوه ويستخدمون اللومي الاسود على الدياي عشان يعطي الناطعه. الناطعة طبعا الناطعة معناته الطعم الحلو. قلب الدياي شوي بدأ العيش يفوح. تقريبا دياي جاهز بعد ما حمرناه بهاي الطريقه. تاليدا وبعد بننزله وسط اليدا. سكر على النار بسم الله
صرنا محتاجين الزيت، سكرنا الزيت. حط بالنا بس على العيش ونشوف العيش لا يقدر يستوي. بعد يحتاج وقت. قلنا لكم ان اللوم الاسود نحتاجه عشان نخليه بعد على الديان. قرب شوي. هاي دياي. ناخذ اللومه ونعصره فوق الدياي بهاي الطريقه. زين. بعد ما جهز العيش تأكدنا منه حبته ما شاء الله. نشغل العيش. ننزل عليه تقريبا الطبخه جاهزه بس تترسى. نغطي شوي تترسى تاكد من النار قاصر عليها. جهزت الطبخة عندنا. تسلم ليادي. ننشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. حطينا عيشنا. وبعد ما جهزت طبخاتنا المقدم دياي اللي تكلمنا عنها بداية حلقاتنا، يتروالي الطبخ يتكلم بروحه عن نفسه. أتمنى أن الطبخة نالت على إعجابكم. نشوفكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله.